اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم، لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم ولم تحملهم فوق طاقتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل عليكم. روتين مسائي سهل وبسيط ان شاء الله يعجبك. ما تنسيش تحطي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني يسعدني انضمامك للقناه اختي وصديقه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الروتين الظريف ده هنعمل فيه ايه. اول حاجه يا بنات، كنت جايبه خضار غسلته وحطيته على الفوطه كده ينشف، وكنت جايبه فاكهه فتحت التلاجة حسيت ان هي مش منظمه حال اي ست مصريه. طلعت المنظمات غسلتها، في منظمات ما كانش ليها لازمه طلعتها من التلاجة، واللي أنا محتاجاها غسلتها ونشفتها وفرشت فيها مناديل ورصيت الخضار فيها. خلي بالك اليومين دول لازم تغسلي الفاكهة كويس والخضار علشان الأمراض المنتشرة، ربنا يا رب يسترها معنا ومع أولادنا ويعفينا. بعد كده مسكت التلاجة نظمتها زي ما انت شايفة كده، وحطيت الفاكهة وحطيت كل حاجة في مكانها وبقى شكلها زي الفل. بعد كده قلت اعمل للولاد صينيه كيكه يتسلوا بيها بالليل قدام التلفزيون. هقول لك على سر يخلي صينيه الكيكه تطلع معاكي اللهم بارك تحفه، هشه وطريه وريحتها تقلب لك الدنيا كلها وعمرها ما تفشل منك. تعالي يا بطتي اقول لك ازاي تعملي صينيه الكيكه التحفه ديت. جبت كوبايتين ونص من الدقيق وحطيت عليهم باكو بيكنج باودر، نخلتهم وركنتهم على جنب. تجيبي الكبه، تجيبي الخلاط اللي موجود عندك، حطيت كوبايه ونص من السكر وحطيت عليهم 3 بيضات وحطيت فانيليا وضربتهم لحد ما لونهم فتح كده معايا. نزلت بكوبايه من اللبن وكوبايه سمنه على زيت وضربتهم مع بعض. بعد كده نزلت بالدقيق، التركه اللي بتفرق جدا جدا معاكي في الكيكه وتطلع معاكي هشه وطريه اللي انت تضربي الدقيق مع الخليط السائل في الخلاط او في الكبه لحد ما القوام يكون كريمي ولونه يفتح زي ما انت شايفه كده. كده الكيكه تطلع معاكي ناجحه وعمرها ما تفشل منك. طبعا انا مسخنه الفرن، جبت الصينيه وبطنتها بالسمنه وحطيت دقيق كده زي ما انت شفتي، ويا ريت لما تيجي تبطني الصينيه تبطنيها لو بسمنه او بزيت يكون ريحتهم حلوه عشان الكيكه تطلع ريحتها حلو. دخلتها الفرن وبعد نص ساعه بعد ما ريحتها طبعا قلبت الدنيا كلها طلعت الله اكبر زي ما انت شايفه كده، الخرطه بخرطتها لونها فاتحه ازاي. والله انا مستعمله السكر بتاع التومين، تطلع معاكي هشه وطريه ومستويه من القاع تحفه يا بنات تحفه، عمرها ما تفشل منك. بحطها في العلبه البلاستيك وبغطيها وبحطها على الرخامه الولاد بألف هنا بيقعدوا رايحين جايين عليها كده، بتبقى حلوه جدا في البيت. قالوا عايزين يتعشوا مكرونه، سلقت المكرونه عاديه جدا واي نوع مكرونه. بعد كده جبت طاسه حطيت معلقه كبيره من الزبده وحطيت معلقتين من الصلصه وربع كوبايه من الميه وسبتهم كده يتصلصلوا. بعد ما اتصلصلت معايا حطيت الملح وحطيت معلقه صغننه من الفلفل الاسمر وقلبت كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده خدتها وحطيتها على المكرونه. حطيت معلقتين من الزيتون، خلي بالك وانت بتحطي الملح علشان الزيتون لو انت هتحطي زيتون. وبعد كده حطيت معلقتين من الجبنه ويا دوبك كده تقلبتين. وبعد كده جبت القارب البايركس وحطيت المكرونه وحطيت على الوش كده جبنه ودخلتها على الشوايه يا دوبك بس الجبنه تسيح. اللهم بارك، بتطلع تحفه يا بنات. ممكن تعمليها في الغدا، تعملي جنبيها بتنجان، تعملي تخللي طماطم، تقلي بطاطس، تحفه وكمان من غير لحمه ومن غير فراخ. غرفت للولاد وصليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. غرفت كده للولاد وحطيت لهم ياكلوا. بعد ما حطيت للولاد ياكلوا عملت كوبايتين شاي بلبن انا وباباهم، بحب جدا اعمل الشاي بلبن بالطريقه ديت. بجيب كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه واحط معلقه من الشاي واغليهم على النار، بيبقى تحفه، ليه مذاق حلو جدا جدا. صبيت الشاي بلبن وجبت الكيكه الظريفه اللي انا عملتها وقعدنا اتعشينا، والولاد الحمد لله اتعشوا بالف هنا. وكان في المطبخ شويه كده مواعين الحله اللي انا عملت فيها المكرونه، الكوبايتين بتوع الشاي، الكنكه، وقفت غسلت المواعين. عودي نفسك اللي انت قبل ما تنامي لازم المطبخ بتاعك يكون نظيف علشان لما تقومي الصبح تخش المطبخ يبقى عندك كده راحه نفسيه، المطبخ بتاعك رايق. ما تقفيش كده لسه هتغسلي المواعين ولسه تجهزي الخضار، لا يا دوبك اللي انت تقومي تجهزي خضارك يكون المطبخ بتاعك رايق. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو كنت استفدتي ما تنسيش تحطي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد يا بطي.